السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الفيديو ديال اليوم غادي نديرو واحد النموذج ديال امتحان محلي خاص بالمستوى الثالثة إعدادي. إذن هذا الفرد هو في مادة اللغة الفرنسية كما كتلاحظوا. غير هو قبل ما نبداو، بالنسبة للكلام مثلا غتلقاو شي دروس كاينين في هاد النموذج ما قريتوهمش، راه ماشي معنى انكم خصكم تبحثوا عليهم باش تخدموهم، لا، حيت كل مثلا كل مدرسه ولا كل اعداديه واشنو المرجع اللي كتعتمد، مثلا كاين اللي كيعتمد على حسب شنو المرجع اللي خدمتو فيه في ماده اللغه الفرنسيه. راكم عارفين المراجع اللي كاينين عندكم. اذا كاينين اللي قراو مثلا على لا ليتر دو غوميرسيمون، كاين اللي قراو على لا ليتر دو فو، وكاينين اللي قراو على انواع اخرى من لي ليتر. اذا راه ماشي مفروض انك ملي غتشوف مثلا هنا ليتر دو غوميرسيمون خصك تخدم ليتر دو غوميرسيمون، ما قريتوهاش ما غتخدمهاش. قريتي مثلا على لوتوريزاسيون، دوموند دوتوريزاسيون، غتخدم على لوتوريزاسيون، على لانفيتاسيون غتخدم على لانفيتاسيون، خدمتي على لوفو غتخدم على لوفو. يعني داكشي اللي كتخدم عليه اللي خدمتي عليه في القسم ديالك هو اللي غادي تخدم عليه. بالنسبه للدروس ديال لونغ حتى ينفع، مثلا الا هضرتي الا كنتي كتخدم مثلا على لي زيكسبرسيون ديال لي غول ديال بريفيرونس اللي غتلقاو هنايا مزيان، ولكن الا ما كنتيش خدمتوها في القسم راه ماشي غادي تكون عندكم في الفرض. يعني غتخدموا على داكشي اللي قريتو نتوما في البروغرام ديالكم. يعني لو لقيتو مثلا هاد النماذج مختلفه راه كل على حسب كل مرجع داكشي علاش كتختلف. اذا غنبداو على بركه الله. عندنا لا ليتر، كاين هنا العيون، اذا كنديرو هنايا لو ليو اي لا دات، ضروري نبداو بها لو ليو اي لا دات. اذا كيف ما غادي تشوفوا في البرودكسيون دي ليكري غتلقاو على البريزونطاسيون، الا احترمتوا البريزونطاسيون ديال لا ليتر ها نتوما شحال عليها جوج نقط. اذا ما نضيعوش جوج نقط غير هكاك فابور. يعني البريزونطاسيون شوف غير تحفظ هاد الاماكن ديال كل حاجه فين كتجي عندك جوج نقط، مفهوم؟ اذا خصني نضبط كل حاجه في بلاصه، العناصر ديال الرساله خصني نكون ضابطهم. اذا هنا كتكون عندنا لو اي لا دات، هنا كيكون عندنا لي كوردوني ديال ليكسبيديتور، يعني ليكسبيديتور هو المرسل اولا كيتسمى في بعض المرات كنسميوه ليميتور اولا ديستيناتور. اذا اللي جاتكم عرفوا راه هو المرسل. هنا كيكون عندنا ديستيناتور، اذا كان عندنا هنا ديستيناتور هنا عندنا ديستيناتور، يعني لمن مصيفط المرسل اليه، هذا المرسل وهذا المرسل اليه. ثم ضروري ما كنكتبوا لوبجي، يعني موضوع هذه الرساله، اذا الموضوع ديالها شنو جات هذه الرساله كتنقل لنا. بحال مثلا الموضوع ديال هذه الرساله هو الغوميرسيمون، يعني الشكر، يعني رساله شكر. اذا لمن مصيفطينها لو ديريكتور، مسيو لو ديريكتور. اذا هاد الرساله شكون صيفطها؟ مهدي اجنان ديليغي دي كوليج الفضاء التربوي حي الوحده العيون. لمن مصيفطها المرسل اليه هو ا مسيو لو ديريكتور دي كوليج الفضاء التربوي او الفضاء التربوي العيون. شنو موضوع الرساله؟ هو رساله شكر. اذا اشنو غادي يقول ليه؟ مسيو لو ديريكتور يعني سيدي المدير، جي لونور دو فوز اكخيغ بور فوز اكسبريمي مي سانسيغ غوميرسيمون et ma profonde gratitude pour nous avoir accordé l'autorisation d'organiser un débat sur les droits de la femme dans les régions du Sud. إذن شنو كيقول لي هنا؟ كيقول لي زعما سيدي المدير كيشرفني أنني نكتب ليك هاد الرسالة، يعني هاد دومو هاد الرسالة دو فوز إكخيغ بور فوز إكسبخيمي باش نعبر ليك مي سانسيغ غوميرسيمون et ma profonde gratitude، يعني باش نعبر ليك على خالص شكري وامتناني العميق لانك منحتنا نزافوار اكوردي لوتوريزاسيون، منحتنا الاذن لتنظيم واحد النقاش سور لي دووا دو لا فام دون لي ريجيون دو سيد، عطيتنا الفرصه اننا ننظموا واحد النقاش حول لي دووا دو لا فام، يعني حقوق المراه في المنطقه ديال الجنوب، في المنطقه الجنوبيه. ليكسبيريونس nous que nous avons vécu، يعني هاد التجربه اللي عشناها موا اي مي كامراد انا وزملاء ديالي اون بريبارون سو ديبا، وحنا كنوجدوا هاد النقاش، nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances، يعني سمحت لينا اننا نكتسبوا واحد المعارف جديده، دو نوفيل كونيسونس، يعني سمحت لينا هاد التجربه من خلال البحث ديالنا والبريباراسيون ديال هاد الديبا اننا اكتسبنا واحد المعارف جديده.
Je voudrais remercier aussi nos professeurs qui n'ont épargné aucun effort. يعني هنا كيقولي بغيت نشكر أيضا حتى الأساتذة اللي ما بخلوش علينا أو لم يدخروا aucun effort. يعني لم يدخروا جهدا pour rendre les conditions de notre travail les plus agréables que l'on soit remercié. إذا هنا قال لي زعما ما تفوتنيش فرصة أنني أيضا نشكر حتى الأساتذة اللي ما الأساتذة اللي شرفوا علينا وما تدخروش جهد في أنهم يهيئوا لنا الظروف المناسبة لعمل ممتع. نرجو أن يتم شكرهم avec toute ma reconnaissance. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Veuillez agréer, monsieur le directeur, notre profond respect. إذا هنا كنديروا التمنيات. إذا شنو كنتمنى مع متمنياتي؟ مثلا أرجو أن تتقبل سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير أو احترامنا العميق. وفي الأخير كنكتب سميت هاد ليكسبيديتور. هذا اللي كاين هنا هو اللي كيسمي سميتو. إذا مهدي أجنان ديليغي دو كوليج. غندوزو لا كومبريونسيون دو ليكري. كومبليت لو طابلو سويفون. إذا ما تخافوا من حتى شي حاجة. واخا الفرنسية الأغلبية كيكونوا ما فاهمينهاش، ولكن راه كلشي في المتناول. خصني غير نكون شويه ندير واحد المجهود وراه كلشي ساهل. كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا هنا خص نخرجوا من هذه الرساله ليكسبيديتور ولو ديستيناتير والفورميل دابيل والفورميل فينال. اذا ليكسبيديتور هو المرسل او لا هو ليميتور. اذا ليكسبيديتور شكون هو هنايا في هذه الرساله؟ هو مهدي اجنان، يعني هذاك الديليغي ديال الكوليج. اذا غنديروا غير السميه مهدي أجنان. مهدي أجنان. ممكن تكتب ديليغي ديال الكوليج، ممكن نزيدها الا بغيت. مهدي أجنان، راه مهدي أجنان راها كافية. إذا شكون هو لو ديستيناتير؟ لو ديستيناتير هو المرسل إليه، هذا اللي صيفطنا ليه كيكون هنا. إذا لما صيفطناه مسيو لو ديريكتور دو كوليج الفضاء التربوي. إذا غنديرو ديستيناتير هو مسيو لو ديريكتور. غنديرو Monsieur le directeur, Nara, le directeur du collège, du collège. Au moment où vous signez le collège, ma brinette, monsieur Mouskib, formule d'appel, يعني العبارة الافتتاحية. إذا كتبت هنا الرسالة monsieur le directeur. هذه هي formule d'appel. Monsieur le directeur. دي ديال الديريكتور ديما في الرسائل اللي كتكون كونفونسيونيل كنخدموها كنكتبوها دي اون ماجيستي مسيو لو ديريكتور. وغادي نجيو الفورميل فورميل فينال. فورميل فينال هي العباره الختاميه. اذا شنو غادي نكتبو؟ غنكتبو في اغري مسيو في اغري مسيو le directeur. نكملو حتى notre profond respect. اذا حتى notre profond respect. يعني غنكتبو هاد لا فورمول كامله غنكتبوها هنا. الان غادي ندوزو للتمرين الثاني، وغادي تلقاو هاد النموذج اسفل الفيديو في صندوق الوصف. حتى اللي بغى يخدم بيه يدرب شويه راه يلقاه يجبدو ويخدم بيه. كوشي لا بون ريبونس. هنا قالوا لنا نديروا علامه في الجواب الصحيح. Cette lettre est une lettre. واش كونفونسيونيل اميكال ولا بيرسونيل؟ اذا واش رساله اداريه ولا اميكال ما بيني وبين صديق ديالي مثلا، ولا بيرسونيل شخصيه؟ اذا c'est une lettre conventionnelle اداريه، يعني واحد كيصيفطها للمدير. اذا c'est une lettre conventionnelle. Cette lettre est واش انفيتاسيون ريبونس ا اون انفيتاسيون ريميرسيمون. اذا واش هي دعوه ولا رد على واحد الدعوه او لا شكر رساله شكر؟ اذا سيتين ريميرسيمون راه مكتوبه في الموضوع. ريميرسيمون نديرو خانه في ريميرسيمون. السؤال الثالث بوكوا ليميتور. اذا ليميتور هو هذاك ليكسبيديتور اللي فاش الرساله. اذا بوكوا ليميتور ريميرسيتيل لو ديستيناتير؟ اذا علاش هذاك ليكسبيديتور او لا كما قلنا سميتو
le destinateur ماشي لو ديستيناتير ديستيناتور او ليكسبيديتور. علاش شكر لو ديستيناتير؟ يعني علاش شكر هذاك المدير ديال المدرسه؟ اذا شكون هو ليميتور؟ هو مهدي اجنان. علاش شكر المدير؟ اذا شكروا لانه سمح ليهم وعطاهم الاذن باش ينظموا واحد الضيبه واحد النقاش اللي كيتعلق بحقوق المراه. اذا حنا بلا ما نكتبوا علاش، اذا نقولوا غير علاش شكروا دو لافوار، ما نختصر غندير دو لافوار لانه سمح ليهم دو لافوار دو لافوار اكوردي دو لافوار اكوردي لوتوريزاسيون لوتوريزاسيون d'organiser les tandem d'organiser un débat بغينا نكملو نديرو concernant les droits de la femme. اذا un débat point. ثم عندنا السؤال رقم 4 d'organiser un débat كنتمنى يكون واضح. En plus du directeur, يعني إضافة إلى السيد المدير، كي دوطخ أو بوكوا؟ إذا كي دوطخ شكون زعما؟ هذا قالنا بأنه هذا السؤال مرتبط بهذا، هنا قالنا علاش شكرو، وهنا قالنا شكون بالإضافة إلى المدير شكون آخر، يعني شكون الآخر اللي شكرو؟ إذا كي دوطخ هما لي بروفيسور، إذا إل غوميرسي أوسي، إذا إل غوميرسي أوسي، إذا شكون شكر؟ لي بروفيسور. علاش شكرهم؟ حيت قلنا بوكوا، اذا علاش شكرهم؟ اذا كار اي نون با ايبارني، يعني ما تدخروش في جهد باش يوفروا لهم الشروط الملائمه للعمل. اذا اوسي لي بروفيسور كار ايل، يعني هم على الاساتذه، ايل نون با ايبارني épargner aucun le mieux d'achir aucun effort pour rendre les conditions les conditions de leur travail plus agréable. إذا الرسالة اللي كيعطيونا دائما نقراوها مزيان، راه واخا يبان لكم الوقت قصير ما قصير والو. إذا إلا فهمت مزيان، حيت إلا فهمت الموضوع اللي كيكون هو الرئيسي راه كيسهل عليا باش نجاوب. شوف حنا دابا كلشي هاد الأجوبة اللي وصلنا هنا كلها مرتبطة غير بلا لاتر. إذا بليز أغريابل ريبوندي باغ فغي أو فو. مهدي فو اورغانيزي ان فواياج، واش مهدي بغا ينظم رحله؟ لا. مهدي فو اورغانيزي ان ديبا، وي. اذا غنديرو فغي، وهنا غنكتبو فو خطا. مهدي ريسبونسابل دين اسوسياسيون، يعني مسؤول على واحد الجمعيه، فو هو ديليغي ديال لا كلاس او ديال الكوليج. غادي ندوزو لا لونغ اي كومونيكاسيون. Identifier le moyen de caractérisation en gras dans les énoncés suivants. Et bien, on a les énoncés. Ou les énoncés qui n'attendent pas les calimètres en gras. On a les droits. Yanni, on a les deux. On a les deux. On a les deux. On a les vacances de l'hiver. On a les verbes de faire du jumla. C'est un complément de nom. Un complément de nom. عندنا تالمون انشونتي، اذا تالمون سي ان ادفيرب، سي ان ادفيرب كي سي سيتي او سيد، اذا هذا سي تا سي اون فراز رولاتيف، فراز رولاتيف. علاش رولاتيف؟ لان لقينا فيها هاد لو برونون رولاتيف كو. حنا كنعرفو ان لي برونون رولاتيف هما كو، كي، او افيك اكسون، او دون افيك او ان تي. Une belle région, donc une belle région, c'est un adjectif épithète. Adjectif épithète. Donc là, il y a l'adjectif épithète ou l'adjectif attribut. Thomas, sous le thème, souligner l'expression.
expressions qui conviennent parmi celles proposées entre parenthèses. هنا عطاونا واحد لي زيكسبرسيون entre parenthèses حنا غنشوفوا اين هي اللي كتلائم لينا هاد الجمله. اذا لاحظوا عندنا العيون سوسيتو يعني هاد العيون مدينه العيون سوسيتو يعني تتموقع فين يعني فين كتوجد بالنسبه للمغرب. واش فليست ليست هو الشرق يعني العيون واش موجوده في الشرق ولا او نور ويست يعني الشمال الغربي لو نور هو الشمال ويست هو الغرب اذا الشمال الغربي ولا او سود ويست يعني في الجنوب ايضا الغربي اذا واش في الشمال الغربي ولا في الجنوب الغربي بالنسبه للعيون كتواجد في الجنوب الغربي اذا او سود ويست اذا غنكتبو غندورو على هذه ديال الناس تولي نسطرو عليها اذا غنسطرو هذه اللي غتسطر عليها يعني سوليني ليكسبرسيون كي كونفيان غنسطرو على او سود ويست. Construisez une phrase pour localiser le Maroc en Afrique. هنا قال لك انت كون واحد الجمله باش تموقع المغرب بالنسبه لافريقيا. اذا بالنسبه لافريقيا المغرب يوجد في الشمال اذا في الشمال الغربي للقاره الافريقيه اذا في الشمال الغربي للقاره الافريقيه اذا بالفرنسي غنقولوا لو ماروك سو سيتي او نور ويست دو لافريك اذا غنكتبوا لو ماروك سو نقلوها كاع غير من هنا هاي لو ماروك سو سيتي فين كاين او نور ويست او نور شمال ويست الغربي دو لافريك بالنسبه للقاره الافريقيه. السؤال رقم 4 فورميل اون فراز بور اكسبريمي تي غو اي تي بريفيرونس. هنا غادي نديرو واحد الجمله نعبروا فيها على لي غو ولا اي لي بريفيرونس نعبروا على لي غو و لي بريفيرونس بالنسبه لهادو راه ماشي كلشي قريتو لي غو لي بريفيرونس كل واحد واشنو قرا في المقرر ديالو. اذا بالنسبه للكلام اللي قراو على لي غو لي بريفيرونس غادي نركبوا جمله يكون فيها مثلا كنعبروا على الاذواق ديالنا وايضا على الرغبات ديالنا. اذا هنا شنو ممكن نقولوا مثلا نقدروا نقولوا مثلا بو اكستريمي لي غو كنديروا مثلا جيم ولا جيم غي في كونديسيونيل ممكن نديروا جو دي تيست يعني فاش كنعبر على الذوق ديالي يعني كنقول ما كنحملش هاد الحاجه يعني جو دي تيست جادور ممكن نكتبو جادور. اذا انا مثلا غندير نعبر عليهم بجوج في جمله واحده غنقول مثلا جيم لو سبور جيم لو سبور احب الرياضه يعني افضل يعني كتعجبني الرياضه يعني الذوق ديالي كتعجبني الرياضه جيم لو سبور اي جو بريفير اي جو بريفير وافضل اي جو بريفير بارتيكوليرمون صفه خاصه بارتيكوليرمون اي جو بريفير بارتيكوليرمون لا ناتاسيون مثلا لا ناتاسيون. اذا هنا عبرت على لوغو بجيم وعبرت على لي بريفيرونس جو بريفير. السؤال رقم 5 كومبليت لو طابلو سويفون. عطاونا هنا واحد لي زينونسي وهنا غنشوفوا سيتياسيون. اذا عندي كوليج الفضاء التربوي ايتون فاس دو ليسي ابن بطوطه. هنا سيتياسيون اللي قالت فيها هاد الجمله اذا سيتياسيون مثلا غنقولوا ان اليف. شنو هي السيتياسيون اللي قالت فيها هاد الجمله مثلا غنقولوا ان اليف واحد التلميذ لوكاليز مثلا لو كوليج سميت كوليج الفضاء لو كوليج الفضاء الفضاء التربوي. اذا ان اليف لوكاليز الكوليج الفضاء التربوي. عندنا السيتياسيون دابا هنا غنقلبوا ليها لينونسي ديالها الوكازيون دي نوفيلون ادم بريزون سي فو ا سان مير كي لوي ديغاتيل. يعني هنا بمناسبه السنه الجديده ادم بغى يقدم التمنيات ديالو الام ديالو اشنو ممكن يقول ليها مثلا غيقول لها جو تو سويت ان اكسيلونت اني مثلا جو تو سويت ان excellente année
اذا هنا لي زيكسبرسيون اللي كنعبروا بهم على الفو ديالنا. اذا هنا غنستغلوا هذوك لي زيكسبرسيون ونحاولوا نعبروا على الثمانيات ديالنا. بالنسبه للسؤال الاخير في البرودكسيون اكريت، ريديجي لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون كو فوز انفيري او ديريكتور دو فوتر كوليج بور لوي دوموندي لا بيرميسيون دورغانيزي ان ديبا سور لي دووا دو لا فام دون لي ريجيون دو سود. اذا هنا قالنا باننا خصنا مطلوب منا نكتبوا واحد الرساله باش نطلبوا الاذن، وغادي نرسلوها للمدير ديال المدرسه ديالنا او الاعداديه ديالنا باش نطلبوا منه الاذن او يرخص لنا اننا ننظموا واحد ديبا سور لي دووا دو لا فام دون لي ريجيون دو سود. اذا تونير كونت لا بريزونطاسيون دو لا لتر اي سي زانديس، يعني لي زانديس اللي عرفنا ان ليو ايدات فورمي دابيل لي كوردوني ديال ديستيناتير وفين كيتحط لو ديستيناتير و لي كوردوني ديالو، يعني كاع دوك العناصر الاساسيه في الرساله خصنا نحترموهم. لو ريسبي دو لا كونسيني لا يعني احترام هاد التعليمات اللي تعطاتنا. لا كوريكسيون دو لا لونغ يعني الفوكابولير يكون واضح وباين. لورتوغراف كوريكت يعني الكتابه. نتفاداو التشطيب. اذا حتى هادو راه كيساعدونا، عندنا ليها مثلا هنا 8 نقط، يعني 8 نقط راه ماشي غير كنكتب الموضوع هذيك تنحصل على 8، ممكن نحصل على الاقل عن نص في امور اخرى كتكون جانبيه وكتكون سهله وفي المتناول. اذا هنا ملي غادي نبغوا نكتبوا الرساله ديالنا ما نساوش انا ما غنكتبهاش لكم، ولكن نتوما غادي تحاولوا ديروا نموذج كديروا هنا ليو اي لا دات يعني المكان اللي غادي تكتبوا منه، والتاريخ كدير سميت المدينه والتاريخ امتى كتبتي هذيك الرساله. هنا مثلا نتوما كتلاميذ غادي تختاروا واحد نائب عليكم مثلا هو اللي غادي يكتب الرساله بسميتو ونوم ديال لي زاليف ديال هذيك الكوليج اللي نتوما فيها، يعني غتكتب لي كوردوني ديال هذاك اللي غادي يصيفط ليكسبيديتور. اذا نتوما حيت نتوما مجموعه من التلاميذ اللي قررتوا ديروا هاد الديبا، اذا غتكتبوا مثلا سميه واحد فيكم اللي غينوب عليكم، ولا حيت ماشي نتوما كلكم غتكتبوا رساله ولكن واحد اللي غينوب، غديروا مثلا سميه ديال شي واحد احمد شي حاجه مثلا، ديليغي دي كوليج وسميه الكوليج ديالكم يعني ديليغي ديال الكوليج ديالكم اللي نتوما فيها. هنا لمن غادي تصيفطوها غتصيفطوها لامونسيو لو ديريكتور ديال نفس الكوليج اللي نتوما فيها، يعني مثلا نتوما كنتو في كوليج عبد الرحمن شناف ولا مثلا شي كوليج بحال هكا، اذا المدير ديال هذيك الكوليج اللي نتوما فيها عبد الرحمن شناف، الا كان ابن خلدون غتكتبوا حتى هنا المدير ديال المدرسه ديال ابن خلدون، يعني امسيو لو ديريكتور دو كوليج ابن خلدون مثلا. هنا ما تنساوش كاين لوبجي، ضروري تكتبوا لوبجي دو بوين وتكتبوا اشنو موضوع الرساله. حنا هنا اش قلنا؟ بغينا نكتبوا اوتوريزاسيون، اذا غنكتبوا دوموند دو اوتوريزاسيون، ضروري نكتبوا موضوع الرساله اللي نسيناه كنكتبوا اوبجي دو بوين عاد نكتبوا الموضوع، ماشي غنجيو نكتبوا دوموند دو اوتوريزاسيون، حتى نكتبوا اوبجي اللي نكتبوا الموضوع. كيبان لي واقيلا غادي نكتب هانيت. اش غنديروا مثلا؟ غنبداو بليو اي دات، يعني لنفرض اي مدينه هنا مثلا غنديروا صافي، مثلا نديروا صافي لو مثلا بالنسبه الى كنا بحال هنا غادي يجي لا لتر دو دوموند دو اوتوريزاسيون كو فوزون فيغ او ديريكتور دو فوتر كوليج بور لو دوموندي لا بيرميسيون. لنفرض حنا سوقينا النص كيهضر على العيون، اذا كيهضر على مدرسه العيون، هنايا شكرناه يعني المدير راه رد علينا وقبل وحنا هنا شكرناه، اذا غادي نكتبوا الرساله اللي سبقت اللي طلبنا منه الاذن. غنحيدو صافي، غنديروا العيون، العيون لو اذا هنايا حنا الرساله كتبناها في 29 شهر 12 باش نشكروه، اذا الرساله غادي تكون مثلا كتبناها نهار 27، نهار 28 هو رد علينا ونهار 29 حنا شكرناه. لنفرض مثلا اذا 27 12 مثلا 2000 و حنا دروك غندوزو في 2023 غنديرو 01. المهم ماشي ضروري هاد التواريخ تكون هكا بهاد الدقة، ولكن 2023 2023 غنديرو مثلا 7، نديرو 7، نديرو 7 واخا التواريخ شوية ماشي ماشي نحكرو هنا في التاريخ مزيان، ولكن غير نشوفو على حساب لاداط لي نديرو من الأحسن لاداط ديالنا اللي كندوزو فيها الامتحان، نهار الامتحان نكتبو هنا ليو اي دات ديالنا اللي كندوزو فيها الامتحان، المدينة اللي حنا فيها ولاداط باش نخرجو من باب واسع. غادي نجيو هنا لو كوردوني ديال هاد سميتو هاد اللي غادي يكتب الرساله، مثلا غنديرو سميتو ادم مثلا،
هذا ماشي حاجه كنتو سميه ديليغي، ديال هو ديليغي ديال المدرسه، ديليغي دي كوليج، سميت كوليج هنا كنكتبو سميت كوليج، وهنا لمن ا مسيو لو ديريكتور ديال هاد الكوليج نفسها اللي كتبت هنا، السميه اللي كتبت هنا هي اللي غنكتب هنايا ديال هاد، الا كنت في نفس المدرسه نظن واضحه، الا كنت كنكتب المدير ديالي اللي في نفس المدرسه، اما الا كنت غنكتب دوموند دوتوريزاسيون مثلا شي واحد اخر برا المدرسه راه بطبيعه الحال ما غيكونش نفس العنوان. هنا اوبجي، اوبجي كندير دو بوين وغندير دوموند دوتوريزاسيون، يعني طلب الاذن، اوتوريزاسيون دوموند دوتوريزاسيون، وكنجي مباشره تحت منها وكندير مسيو لو ديريكتور، الا كان استاذ كان مدير، كانت مديره ديريكتريس، كان بريزيدون، اي واحد غادي نعيط بالسميه ديال هذاك الشخص اللي انا كاتب ليه، كان ديريكتور هنا غنعيط ليه بسميه ديريكتور، كان بريزيدون غندير بريزيدون، كان ديريكتريس غندير ديريكتريس، يعني على حساب شكون لمن كنكتب. اذا ماشي كنقول لكم ديما هذه راه صافي غتكتب ديريكتور، اذا غادي نجيو غنكتبوا مثلا nous avons مثلا l'honneur، nous avons l'honneur de vous، نبغي نطلبوا منه de vous demander، then nous avons l'honneur de vous demander par la présence، يعني بهذه الرساله، par la présence، par la présence l'autorisation، وخير الكلام ما قل ودل، كل ما كثرتو كل ما جبتو اخطاء كثيره، اذا نحاول نتفادى نكثر بزاف وفي نفس الوقت باش نضمن انني ما نجيبش اخطاء كثيره. اذا لوتوريزاسيون ديالاش دورغانيزي، لان حنا بغينا ندير واحد ديبا، دورغانيزي ان ديبا، ان ديبا سور، راه هادشي مكتوب عندنا في السيجي فوق، سور لي دووا، سور لي دووا دو لا فام، ممكن نقص السطر، دون لي ريجيون دي سيد، بور assurer pour assurer l'égalité، يعني باش نضمنوا المساواة، l'égalité entre la femme et l'homme، بين الرجل والمرأة، et l'homme virgule et éliminer إذن إيليميني لا فيولونس، قضاء على العنف، لا فيولونس أليغار، تجاه أليغار دي فام، تجاه النساء. بوان، إذن هنا وضحت لي، قلت ليه علاش بغيت نكتب ليك، علاش بغيت هاد لوطوغيزاسيون باش تعطيني تسمح لي ندير ديبا، وشرحت ليه الأسباب علاش. دابا غادي نقول ليه دون لاطونت، دون لاطونس، من الأحسن نقدر دون لاطونس دون ريبونس فافورابل، دون ريبونس فافورابل، بحال هاد الفورميل الفينال نحفظوها مع، لأن أصلا ما كتبدلش، كتبقى دائما هي هي على حسب لا لتر، إذا دون يعني غالبا كتستافدو منها، دون لاطونس دون ريبونس فافورابل، فيغيل veuillez agréer monsieur le directeur l'expression de non respect
لونوغيتي يعني حنا كسلانين، عبارة احترامنا. وهنا كنكتب السميه ديال مثلا بينا بآدم، هو اللي كتب بآدم سميتو ديليغي ديليغي دي كوليج دي كوليج، ونكتب المهم مادام حنا عارفين المدرسة اذا غنقولي ديليغي ديال الكوليج وصافي بلا ما نكتب اسم الكوليج. اذا كان هذا هو النموذج ديالنا ديال اليوم، موعدنا يتجدد مع نماذج اخرى بحول الله.